تظاهر مئات الجزائريين في محافظة ورقلة جنوب الجزائر أمس الأحد واليوم الاثنين احتجاجا على واقع التنمية والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعد هذه أول مظاهرة بمطالب معيشية منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيس للجزائر نهاية العام الماضي. ورفع المحتجون لافتات كبيرة ترجمت بحسب هتافاتهم الواقع المتناقض لولايتهم التي تبعد بنحو 560 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، حيث تعد ورقلة أغنى محافظة جزائرية أو كما تسمى عاصمة النفط، لاحتواء على أكبر آبار النفط في البلاد وتحديدا في منطقة حاسي مسعود. ووضع المتظاهرون في لافتة واحدة صورا لآبار البترول والغاز في الولاية وصورا أخرى لما أسموه أراض قاحلة وجرداء وواقعهما الذي يصفونه بالمزري، وتحت حراسة أمنية مشددة رفع المحتجون لافتة أخرى عدوا فيها فرص التوظيف بمنطقتهم بالإنعاش ومشاريع البنى التحتية لمن عاش، معتبرين أن التعايش مع كورونا أهون من تقبل أوضاعهم المعيشية. واليوم الاثنين أقدم الجيش الجزائري والدرك الوطني على استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين بمنطقة تين زواتين المتواجدة بالحدود الجزائرية المالية، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة العشرات. وتداول رواد ونشطاء جزائريين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور صادمة توثق للحظات العصيبة التي عاشها سكان منطقة تين زواتين جنوب الجزائر، وبعد خروج مظاهرات تندد بتروق المنطقة بأسلاك شائكة ما تسبب في عزلهم عن واد كان المصدر الوحيد للمياه بالنسبة لهما. عودة الحراك إلى الجزائر بفعل أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. كتب الموقع الإخباري موند أفريكا يوم السبت أن الحراك سيعود للجزائر يوم 19 يونيو الجارية مدعوما بأزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. وأوضحت وسيلة الإعلام الفرنسية أن المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع جميع المدن الرئيسية للبلاد منذ 22 فبراير 2019 يرجح أن تعود يوم 19 يونيو الجارية، هذا على الأقل ما يستنتج من الدعوات العديدة التي أطلقها العديد من النشطاء الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الدعوات تعيد رفع نفس شعارات الحراك داعية الجزائريين إلى الخروج بكثافة لتظاهر يوم 19 يونيو قصد استئناف الكفاح الديمقراطية والسلمية من أجل التغيير في الجزائر. وحسب موند أفريك فإن هذه الدعوات تأتي في وقت تمر فيه الجزائر بواحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الجزائريين عانوا بشدة جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، فقد أدت البطالة والبؤس الاجتماعي وارتفاع تكلفة المعيشة والفقر المتنامية ووباء كورونا الذي شل البلاد منذ 18 مارس الماضية إلى تدهور الظروف المعيشية للجزائريين. وخلصت موند أفريك إلى أن هذه الإحباطات الاجتماعية آخذة في تشكيل موجة ضخمة من الغضب الشعبي، وهو الغضب الذي يتمدد في صفوف أولئك الذين ذهبوا للتصويت في 12 دجنبر 2019 معتقدين بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيؤدي إلى انفراج الوضع في الجزائر. حصلت على براءة الاختراع الممثلة المغربية نادية العالمي تصنع كمامات للصم والبكمة. أشرفت الممثلة نادية العالمي على صناعة كمامات طبية شفافة لمساعدة الصم والبكم في التواصل لأنهم يعتمدون على حركة الشفاه في ذلك.
وكشف الفنان رشيد الوالي يوم السبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن الفنانة نادية العالمي حصلت على براءة اختراع الكمامات الكاشفة. الفنانة نادية العالمي قامت بهذه الخطوة تحت مظلة جمعية لثغدوي في طنجة التي تشرف عليها، وتمكنت بفضل عدد من المتدخلين من توفير هذه الكمامات. وقالت نادية العالمي عن الموضوع إن الكمامات أصبحت معتمدة حاليا وهي تسمح بالتواصل بالنسبة إلى فئة السم والبكمة. وأضافت الممثلة المغربية: قمنا بتصميم هذا القناع للثم والبكم والمصابين بالتوحد وضعاف السمع وكبار السن، ويتميز هذا القناع بنافذة شفافة لتكون قراءة الشفاه أسهل وبالتالي تسهيل التواصل حسب العالم. ويمكن استخدام هذا القناع من طرف أيضا أخصائيي أمراض النطق واللغة وأخصائيي السمع والحنجرة والأطباء النفسيين والممرضات والصيادلة والمعلمين والتجار وموظفي الاستقبال وغيرهم من موظفي المؤسسات والإدارات، لأنه لتسهيل التواصل مع ضعاف السمع سيكون من المناسب بشكل مثالي أن يقوم المحاوران بارتداء هذا النوع من القناع. تم تصميم النموذج الأولي في مايو في مصنع طنجة وإرساله إلى المختبر للتحقيق في جودة النسيج المستخدم. وقالت نادية العالمي على صفحتها بالفيسبوك: بعد شهر من الانتظار يسعدني أن أعلن أنها حصلت للتو بعد شهر من الانتظار يسعدني أن أعلن أنها حصلت على شهادة إيمانور للتو. وصلت طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية اليوم الأحد 14 يونيو إلى نيامي محملة بمعدات طبية وقائية موجهة لدولة النيجر في إطار الدعم الطبي المخصص تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لعدد من البلدان الأفريقية الشقيقة من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة كورونا. وتعكس هذه المبادرة الملكية الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لتعزيز التعاون الأفريقي في مجال محاربة والوقاية من فيروس كورونا. ويأتي هذا الدعم الموجه للنيجر في إطار مبادرة ملكية هامة سيستفيد منها أيضا 15 بلدا إفريقيا بكافة الجهات الأفريقية. ويتكون هذا الدعم من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الوقية و600 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين و15 ألف علبة من الأزيتروميسين. ويذكر أن كل مكونات المنتوجات والتجهيزات الوقائية الموجهة لهذه البلدان الشقيقة تم تصنيعها بالمغرب من طرف مقاولات مغربية، وهي مطابقة لمعايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأحد. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19، وتتكون من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الواقية و600 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين و15 ألف علبة من الأزيتروميسين. وسجل المصدر ذاته أنه سيستفيد من المساعدات 15 بلدا إفريقيا ينتمون إلى جميع جهات القارة، وهي بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، غينيا، غينيا بيساو، مالاوي، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تنزانيا، تشاد وزامبيا. وأكدت الوزارة أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلق صاحب الجلالة نصره الله
الله في 13 أبريل 2020، باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة، مبرزا أن هذه المبادرة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلة وتتوخى إرسال إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة. ويجب الإشارة إلى أن جميع المنتوجات والمعدات الواقية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة نحو الدول الإفريقية الشقيقة تم تصنيعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.